في صبيحة السادس من ديسمبر 2015 شهدت عدن واحدة من أسوأ جرائم الاغتيالات الإرهابية. الضحية كان محافظ عدن المعين حديثاً اللواء جعفر محمد سعد، عسكري من جيل الستينيات والسبعينيات وأحد أبطال تحرير عدن من قبضة ميليشيا المخلوع صالح والحوثي الانقلابية. منذ توليه منصبه محافظاً لمحافظة عدن في التاسع من أكتوبر 2015 شرع اللواء جعفر محمد سعد في عملية حثيثة لتطبيع الأوضاع في المحافظة وفي إعادة الروح لهذه المدينة المثخنة بالجراح. الآن بعاكم وبكم ما أقدر أسوي أي حاجة لكم. نضحي ونتحمل وفترة معينة إذا زادت عن شهرين وما احتلت هذه المسائل أنا مسؤول لكم. كانت معركته في جبهة تطبيع الأوضاع تتساوى في تشعباتها وتداعياتها مع الخطر الإرهابي المحدق الذي وضعت إمكانيات دولة صالح القديمة كلها تحت تصرفه، وكان خط الشهيد واضحا جدا المضي نحو الدولة الاتحادية، بل كان أحد أقطاب هذا المشروع. لذا كانت مهمة اللواء جعفر محمد سعد محفوفة بالمخاطر، وكان يعلم قبل غيره أن الخلاص من تركة المخلوع صالح ومن الترتيبات الإيرانية قد استدعى التشابك لا يمكن تصوره بين الأجندات الإرهابية والفوضوية في هذه المحافظة المغدورة، وأنتجت وضعا مضطربا وغير مفهوم، ولا يزال كذلك حتى اللحظة رغم التحولات الهائلة في الإمكانيات والسيطرة. بعد 4 أشهر خرج مدير أمن عدن شلال شائع بهذا التصريح: نبشر شعبنا بأنه تم إلقاء القبض سواء على قتلة الشهيد البطل جعفر أو على قتلة رجال المرور أو على قتلة القضاة وكل من ارتكبوا كل حماقة وهم تحت تأثيرات الديزبام والهيروين والحشيش. البشرى التي ساقها اللواء شلال للذين صدمهم الرحيل المبكر للمحافظ سعد انتهت بانتهاء هذا التصريح المقتضب، ولا يزال السؤال الذي يطرح نفسه اليوم: ما مصير هؤلاء القتلة؟ وهل سيشهد أبناء عدن لحظة محاكمتهم، أم أن خيوط الجريمة الإرهابية التي تبدأ عند هؤلاء القتلة ربما تنتهي عند أطراف لا يحسن الكشف عن هويتهم في هذه المرحلة؟ مضى عام على رحيل الشهيد اللواء جعفر محمد سعد، ولا تزال عدن تخطو ببطء نحو التطبيع، ولا تزال مظاهر الحرب بادية في ملامح المدينة وفي وجوه الناس الذين لم يطمئنوا ولم يأمنوا بعد من غدر القاتل المتجول في الأنحاء، ومن ذلك الذي لا يزال يعمل ضد مشروع العاصمة المؤقتة بكل ما تمثله من ملاذ لليمني المرهق من الحرب والضياع.